حول الحديث عن المأساة التي لاقاها شعبنا في الحمدانية من مسيح ومسلمين وسنة وأكراد وشيعة، الكل توفوا لأنهم عراقيون، لأنهم يحملون هذه الهوية التي طالما أدت وتؤدي تحيتها، كلها دماء تسيل، كلها تضحيات، كلها ثكنات، نثكل يوميا بمقدار من العدد كبير جدا من مواطنينا. نفتقد هذا الموضوع، ولكن اليوم أنا حقيقة لو أردت أن أتكلم في هذا الموضوع يراد لي حديث طويل الأمد، لكن سأختصر الكلام من خلال سؤال حضرتك بهذا الاتجاه، أنه الحقيقة يجب أن يكون التحقيق، لا يكون التحقيق من داخل العراق، لأنه الكتل السياسية ومن يلتوي تحتها قد تجامل بريان الكلداني وغيره من الموجودين بالهرم السياسي، كلها ميليشيات وأحزاب ومتسلطة على رؤية وعلى كاهل الشعب العراقي، ولم يأتوا بالأكل والإيجابيات بالحلول الحقيقية لهذا الشعب المسكين. حتى في أفراحه يلاقي حتفه، حتى في مآتمه يلاقي حتفه. الشعب بات في أمر النسيان من خلال ما تمارس هذه، أعتبرها الفرق الحزبوية الفئوية من أحزاب وميليشيات، يتسلطون على هذا المكان وذلك المكان ويحققون مآربهم على حساب قوت وعلى حساب دماء الشعب العراقي الذي لاقى حتفه في كل يوم وفي كل حين وفي كل لحظة من هذه اللحظات. لكن لعودة حول هذا الموضوع، وأقول على الجميع من خارج دول العالم والمحكمة الدولية أن ينظروا بنظرة حقيقية متقومة. لست أقول بأنه لأنهم مسيح أو لأنهم شيعة أو لأنهم سنة، لأنهم بشر. خلينا ننظر للعراقيين بنظرة بشرية. ليش نقول بشر؟ لأن إحنا ما معقولة كل الأخطاء اللي تخطاها الأحزاب وتخطاها الميليشيات واللي تخطاها من يلتوي تحت وصاية المسلحين وغيره، هم يتبوؤون المكانات ويشترون الأراضي ويبنون العقارات بدون مسميات وبدون يعني بنى تحتية حقيقية وبدون رؤية، مهمشين دور الشعب العراقي، مهمشين شخصية الشعب العراقي ويحققون مآربهم بهذا الاتجاه. ويجب أن تكون للمحكمة الدولية إلها رأي ورؤية من خلال البحث حل هذا الموضوع، لكي نعرف من هم المسببين، لكي يقدموا إلى العدالة مثل ما يقدم أي واحد بإمكانه أن يخرج بسلبيات الحلول لهذا الشعب الذي لاقى حتفه من خلال هذه التصرفات المشينة. طيب دعني أن أنتقل بذات